السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نكمل في موضوعنا البرمجة. طبعا نكمل من عندما توقفنا المرة الماضية، كنا بدنا نتكلم عن اللي هي المشكلة اللي هو التاور أوف هانوي. هاي المشكلة بشكل بسيط هي عبارة عن N disks. طبعا هذه disks بتكون مرقمة أو labeled 1, 2, 3, M. طبعا الرقم هنا بيمثل هو size للديسك، فمعناته واحد حيكون هو عبارة عن الصغير، اثنين أكبر، ثلاثة أكبر وهكذا. وفي عندي اللي هو 3 towers. هذه التاورز عادة بمزلة A و B و C. طبعا ما فيش ديسك كبير حيكون فوق ديسك أصغر منه، فدائما حيكون الترتيب موجود انه الصغير فوق والكبير لتحت. الديسكس في البداية هذه بتكون موجودة في التاور A، بعدين المطلوب احنا ننقل هذه اللي هو الديسكس بنفس الترتيب على اللي هو التاور B. ايضا لما بدنا نحرك اي، يعني ما بنقدرش ننقل احنا اكتر من ديسك واحد في المرة الواحدة. فهي المشكلة ممكن من خلال اللي هو الجراف نشوفها. زي ما احنا شايفين هي عنا التاور A يتمثل هنا، وهنا التاور B، وهنا التاور C. طبعا الـ A بيمثل اللي هو السورس، اللي هو اللي احنا هناخد منه اللي هو الديسك وحننقلها. التاور B عادة بيمثل اللي هو التاور اللي هو الديستنيشن اللي احنا عايزين ننقل عليه. الـ C عبارة عن اكزولاري، يعني عبارة عن تاور مساعد في بيساعدني ان انا التزم بالقوانين اللي هو المطلوبة مني في عملية النقل. فهنا عساس ننقل الثلاثة هدول، يعني يمكن تكون عملية من خلال ثلاثة تكون بسيطة شوية. فبداية بننقل اللي هو الديسك الأولاني اللي هو أصغر واحد على البي، بعدين اللي هو منقوم بعملية نقل اللي هو الثاني على السي، لأنه زي ما شفتوا اثنين ما بقدرش أحطه فوق البي لأنه الاثنين يعتبر أكبر من واحد. فإذا كان بدي أنقل اللي هو الاثنين على السي، بعد ذلك بأنقل أنا اللي هو الواحد اللي هو عند البي، بنقله على السي فوق الاثنين. بعد ذلك بكون عندي في إمكانية أن أنا أنقل اللي هو الديسك الأولاني اللي هو أكبر واحد أحطه في اللي هو البي. فهيك بكون أنا في هذه الحالة بكون أنجزت اللي هو أول ديسك وضع في مكانه الصحيح. بعد ذلك بأنقل اللي هي الديسك واحد على اللي هو التاور A، بكون هيك في عندي مجال ان انا انقل اللي هو الديسك اثنين من السي على البي، فممكن يجي عليه. بعدين بانقل اللي هو الديسك واحد على الديسك اثنين زي ما احنا شايفين هنا في الرسمة. فهي المسألة عايزين احنا نحلها او عايزين نكتب برنامج. هذا البرنامج بيعطيني الحل او الترتيب في عملية النقل من A للبي ومن A للسي، او اي عملية نقل لمجموعة الديسكس الموجودة عندي. عساس نحل المشكلة هذه ممكن احنا المسألة نقسمها لثلاث مشاكل صغيرة او سب بروبلمز. المشكلة الاولى عندي بتكون ان انا عايز احرك اللي هو N minus 1 من الديسك، زي ما احنا شايفين احنا عندنا هنا في الاساس اللي هو N disks عايز انقلهم طبعا للبي. فانا ايش بعمل؟ باخد اللي هو ال N ناقص 1 disks هذه بدي انقلها للسي. طبعا هاي تمثل اللي هو المشكلة الاولى. طبعا عملية النقل هذه حتكون recursively. بعد ذلك انا بدي انقل اللي هو الديسكس اللي هو الديسك N من الـ A للـ B، وبعد ذلك أنا عايز أنقل اللي هو الديسك اللي هو الـ N ناقص 1 من الـ C للـ B طبعا recursively. طبعا اللي هو تقسيم للثلاث مشاكل هذه اللي ذكرتها احنا ممكن نستنتجها من الرسمة السابقة، لأنه احنا لو شفنا هنا أنا في البداية هاي الأوريجينال بروبلم المسألة الأساسية عندي، كان في عندي مجموعة من الديسكس موجودة. فأنا جزء من المشكلة كانت عندي إن أنا أنقل اللي هو الـ N ناقص 1 اللي هم الديسكس اللي فوق ديسك أكبر واحد، أنقلهم لمين؟ لعند الـ C زي ما أنتم شايفين هنا. فصار في عندي الاثنين والواحد، وهذا مكنني إن أنا بعد ذلك هو الجزء الثاني من المشكلة إن أنا أنقل اللي هو
اكبر واحد اللي هو الان على اللي هو البي اللي هو على الديستنيشن زي ما احنا شايفين. فصارت عندي اللي هو الشكل هذا. الان صارت المشكله الثالثه اللي هي الموجوده عندي، كيف بدي انقل اللي هو الان ناقص واحد اللي هم الواحد والاثنين هذول، انقلهم على اللي هو البي ريكيرسيفلي. فمن هذا يعني الدياجرام احنا استطعنا نخرج بالتقسيمة اللي هي الثلاث مشاكل اللي توا ذكرناهم، هي المشكلة الأولى هنا، بعدين عملية النقل اللي هو الان ديسك للبي، بعدين عملية نقل الأخيرة اللي هي الان ناقص واحد ديسك ل من السي للبي. طبعا الحل اللي احنا ممكن نشوفه يعني معناته أنا عايز أنقل أو الألغوريثم تبع ممكن يكون بالشكل هذا، إنه في البداية أنقل هو الـ ناقص واحد ديسك من الـ A للـ C بمساعدة اللي هو التور B زي ما توا شفنا، بعدين أنقل هو الديسك N من الـ A للـ B، بعدين أنقل هو الـ ناقص واحد ديسك من الـ C للـ B مع مساعدة اللي هو التور A. طبعا العملية هذه لو شفناها حاولنا عايزين نكتبها كبرنامج، طبعا هنا بدخل اللي هو عدد الديسكس مثلا هنا أربعة، بعدين عايز يطلع عندي على الشاشة اللي هو طبيعة اللي هو الموفمنت اللي احنا عملناها. طبعا ممكن نشوف هذا عن طريق اللي هو انيميشن من خلال موقع الكتاب. ممكن احنا نشوف نوع من الانيميشن لحل المشكلة هذه، فممكن يعني نشغلها بالشكل التالي. هي عندي فقط انا افترضت انه اربعة، التور A والتور B والتور C. طبعا الـ A يعتبر السورس زي ما احنا شايفين، التور B اللي هو الديستنيشن احنا عايزين نودي عليه ديسكس، وتور C يعتبر اللي هو الاكزولري التور اللي هيساعدنا. طبعا انا افترضت انه العدد عندي هنا اربعة، انت ممكن تزوده. فخلينا نشوف كيف بتصير العملية. طبعا هنا ادانا نمبر اللي هو الف موفز فور فور ديسك عبارة عن 15 موفمنت. يعني طبعا الامر هذا احنا شايفينه كانيميشن، احنا بالنسبة لنا للبرنامج عايزين نعمله كتكست. يعني حنشوف نقول له مثلا زي هاي مثلا انتقلت الان اللي هو الديسك واحد من بي ل اي، والان الديسك رقم اثنين انتقل من اللي هو البي للسي وهكذا. فحيكون عبارة عن تكس زي ما شفنا في الاوتبوت، لكن هنا احنا حابين نوضح لكم الصورة كيف بتكون او كيف المشكلة هذه اللي هو بتنحل. هي انتهت المشكلة هيك. خلينا نرجع احنا اللي هو السلايس تاعتنا. طبعا زي ما شفتوا اللي هي الموفمنت بتكون بالشكل هذا، مثلا من الواحد اللي هو الديسك رقم واحد في الاول من A للC، هنا دول 15 موفمنت اللي انعملن في الانيميشن. اذا الحل للتاور اوف هانوي بروبلم ممكن يصاغ بالطريقة التالية، انه لازم يكون عندي هنا في ميثود، هذه الميثود حتعمل على تحريك تم ان ديسكس مثلا من تاور فروم تاور تو اللي هو تو تاور مع مساعدة اللي هو الاكزولري تاور. فحيكون عندنا في ميثود بالشكل هذا موف ديسكس، طبعا هنا ان عدد اللي هو التاورز، هنا اللي هو الكاركتر بيمثل اللي هو التاور اللي حننقل منه، تو تاور هنا التاور اللي حننقل له، طبعا هنا الاكزولري تاور اللي هو حيكون عندنا المساعد. ففي الحالة اللي ذكرناها الفروم حيكون A، تو حيكون B، والاكزولري حيكون عبارة عن C. فالالجوريثم ممكن احنا نكتبه بالطريقة هذه. طبعا حيكون عندنا البيس او الستوبنج كريتيريا انه لما الان لا تساوي واحد معناته حامل عملية موفمنت هنا اللي هو الديسك 1 من اللي هو الفروم 2 اللي هو تو تاور في الحالة هذه، لأنه أنا خلص الآن يعني فيش اللي عندي لا ديسك واحد بدي أشيله. مع الإلس حنستخدم اللي هو الميثود، حننقل اللي هو أم ناقص واحد من التاور الموجودات عندي من فروم تاور للأكزولري بمساعدة طبعا اللي هو
تتوظ في الحالة هذه. بعد ذلك طبعا حنكون نقلنا الآن نقص واحد على الأكزولري، فأنا ممكن أعمل موفمنت للديسك اللي هو الآن من from tower to اللي هو to tower. في الحالة هذه احنا حطينا بيكون أكبر واحد موجود كان في المكان الأولاني. بعد ذلك احنا بنعمل عملية موفمنت اللي هو للديسك اللي هو الآن نقص واحد من الأكزولري للتو تاور بمساعدة اللي هو الفروم تاور. هيك احنا بنكون طبعا اللي هو انحلت المشكلة بناء على الثري سب بروبلمز اللي قسمناهم. ممكن طبعا تنكتب ككود بالشكل هذا. هنا اللي هو المين ميثود عندي في الكلاس، طبعا هنا انا استدعيت الميثود تاعتي. قبل انا هنا دخلت اللي هو الان كانتجر عبارة عن عدد الديسك اللي انا عايز اتعامل معها. بعدين زي ما ذكرنا احنا بنستدعي اللي هو الميثود، زي ما احنا شايفين عندنا عدد اللي هو الديسكس ان التاور اي اللي هي الفروم، والتو اللي هو عباره عن البي، والسي يعتبر عباره عن الاكزولري تاور. طيب احنا بهذا الشكل احنا ممكن نعمل اللي هو الميثود تاعت الموف ديسك زي ما ذكرنا. هنا عدد اللي هو الديسك اللي احنا عايزين نحركهم، هنا اللي هي الفروم، وهنا التو، وهنا الاكزولري. طبعا هنا هنبدا باللي هو الستوبنج كونديشن اذا كان الان ده تساوي واحد. طبعا لما يوصل عندي الان ده تساوي واحد معناته انا وصلت لاعلى شيء موجود في تاور معين اللي هو اقل واحد حيكون عندي واحد، فانا الان بدي اقوم اللي هو بعمليه نقله. فانا حطبع الرساله هذه ان انا حطبع حنقل الواحد من اللي هو اللي فروم تو اللي هو التوا، فبنطبع الرسالة هذه. طبعا إذا كان زي ما ذكرنا العدد أكبر من واحد معناته عندي أنا المشكلة أصبحت هي نفس المشكلة الأساسية ولكن بسايز أصغر، فأنا بأبدأ اللي هو أنقل زي ما ذكرنا من اللي هو الفروم تو للأكزولري. لو رجعنا لتقسيم المشكلة اللي هو لثلاث أجزاء أساسية، فكان حدوث أنه بدنقل هو الآن ناقص واحد للأكزولري وباستخدام اللي هو تو تاور. طبعا بعد ما نعمل الجزئية هذه طبعا حيكون عندي دائما أنا هذه العملية ريكيرسيف حضلها تستدعي، يعني الآن ناقص واحد حتصير أصغر، حتصير مثلا أربعة بعدين ثلاثة بعدين اثنين بعدين واحد، فلما تصل الواحد حيتم تنفيذها. فلما نصل لعند اللي هو البيس فاحنا بنصل اللي هو بعديها للاستدعاء اللي قبلها بيكون عندي أنا أعلى رقم، فبدي أقوم بالعملية العكسية اللي هو عملية نقل اللي هو الديسك من اللي هو الأكزولري للتو تاور فروم تاور. أنا على أساس توضح النقطة هذه فرضت إنه احنا عندنا هي عملية الاستدعاء للميثود. هتلاحظ بالشكل التالي، أنا هستدعيها لما كان عندي العدد أربعة، فهي الفروم وهي التو وهي الأكزولري، فأنا استدعيتها. فحاجي نستدعي الميثود بالشكل هذا. الآن هل أن ده تساوي واحد؟ طبعا هذا الكلام مش صحيح، فحننزل على الإلس. الإلس حيكون عبارة عن استدعاء للميثود مرة تانية لكن النقص واحد، ونلاحظ كيف حيكون الاستدعاء هنا الفروم والأكزولري والتور والتو. حنلاحظ ان الفروم ظلوا ثابت لكن الأكزولري والتو تبدلوا مكانهم، فحسي عندي الاستدعاء بالشكل هذا. موف ديسكس حتكون عندي ثلاثة لو النقص واحد الاي اللي الفروم زي ما هي، لكن زي ما ذكرت اللي هو التو والأكزولري حيتبدلوا، فحسي حتصير هنا والبي حتصير هنا. طبعا بدام استدعيت الميثود حتستدعى مرة تانية. هل أن ده تساوي واحد؟ طبعا لا، فحنروح على الالس، فحصير عندي الاستدعاء طبعا ان ناقص واحد اثنين، التو حضلها او الفروم حضلها زي ما هي، التو والاكزولري حيتبدلوا فحتشيل بي هنا والسي هنا. بعدين حيتم الاستدعاء طبعا مره ثانيه، حيتصل عندي الاستدعاء اللي هو ان ناقص واحد حتصير واحد، عندي الاي وعندي حصير هنا اللي هو الاكزولري والتو حيتبدلوا زي ما انتم شايفين هنا. فالان انا اصبحت في الاستدعاء اللي هو اللي بتكون فيه ان ده تساوي واحد، وفي عندي الاي وفي عندي السي وفي عندي البي. فلما بدي اجي انفذ الميثود ان ده تساوي واحد صحيح، فانا هاطبع الان اللي هي الرساله الاولانيه اللي هي موف ديسك
زائد ان اللي هو الان طبعا هنا واحد from طبعا في الحالة هذه عندي انا a زي ما انتم شايفينها from لانه هذه اللي هي الاساسية والto عندي اللي هي تعتبر C بناء على الاستدعاء تبعي والأكزولوبي فحتيجي الرسالة اللي هو نحن نحرك اللي هي الواحد من اللي هو الA للC فحنلاقي الرسالة هذه ظهرت أمامنا طبعا أنا أخذت موجودة هنا كمان لو احنا تبعنا الأوتبوت. طيب الآن لما أنا نفذت اللي هو الجملة الأولانية هذه طبعا أنا بكون أنهيت الاستدعاء تبع الواحد لانه الاسم مش هيتنفذ فحتنتهي الميثود. بدام انتهت الميثود معناته حتعمل اللي هو استدعاء الميثود انتهى فانا حرجع على الاستدعاء اللي هو لما يكون عندي التنين يعني حنرجع للنقطة هذه. فانا الان موجود الان في الاستدعاء اللي هو الديسك اللي هو الموف ديسك 2 والاي والبي والسي لكن ما ننساش انا الان في عند النقطة هذه موجود فايش بدي اعمل الان فبدها تيجي عند جملة الطباعة هذه اللي هي الموف ديسك اللي هو الان بدها تكون عندي عبارة عن اثنين في الحالة لان انا عندي الاثنين طبعا from الاي لا البي اللي هو اللي from to لانه من الاستدعاء هذا فحتظهر عندي اللي هو الرسالة هذه موف ديسك اثنين from a to b بعد هيك حتستدعى الميثود مرة تانية مع الناقص واحد. طبعا الناقص واحد معناته انا بتكلم عن استدعاء جديد واحد حيكون الان الاكزيلري تاور لاحظوا الاكزيلري تاور كان في الميثود عندي اللي هو السي فحيكون هو في البداية هنا الفروم كأنه حيكون في الفروم بعدين عندي اللي هو التو تاور التو تاور كانت اللي هي عبارة عن البي حتيجي هنا بعدين اللي هو الفروم تاور حتكون الاي فهذا الاس ان اصبح استدعاء لما كانت قيمة الان واحد فلما نستدعى تستدعى الميثود هل الان ده تساوي واحد صحيح فحتطبع لي الان اللي هو حنحرك اللي هو الديسك واحد من اللي هو الفروم طبعا بحسب اللي هو الاستدعاء الموجود عندي هنا اللي هو من السي للبي لانه السي والبي تمثل هذه الفروم وهذه التو بكون هنا انا خلصت الاستدعاء تبع الواحد فلما بدي انا ارجع برجع عند النقطة هذه في الاستدعاء لما كان العدد اثنين بتكون هنا خلصت الميثود لما كان العدد اثنين فحترجع حترجع عند النقطة هذه الاستدعاء لما كان عندي ثلاثة فحيكون عندي انا الان موجود في الميثود هذه فحتطبع لي طبعا اللي هو الجملة هذه اللي هو حنحرك الديسك ثلاثة من اللي هو الاي للسي من الـ A للـ C طبعا بعد ذلك احنا حتتكرر العملية اللي لسه بدي استدعي الان موف ديسك لما تكون عندي هنا اثنين طبعا اللي عندي الاكزولري في الحالة هذه كان B حيكون التو تاور حتكون عندي C بعدين حيكون عندي الـ A طبعا حتستدعى الميثود الان اكبر من واحد لانه قيمتها اثنين فحتيجي هنا حتستدعي هذه طبعا حيتم التنفيذ والعملية هذه حتظلها تتكرر إذن هيك تقريبا بيتم اللي هو تنفيذ البرنامج. طب لو حابين احنا نقارن الريكيرجن مع الاتريشن طبعا الريكيرجن يعتبر عبارة عن فورم للتحكم في الكنترول للبرنامج زي ما كانت عندي اللوب هي عبارة عن ريبيتيشن بس بدون ما استخدام اللوب الريكيرجن بيز سبستنشال اوفرهيد ليش؟ لأنه في كل مرة عندي أنا بأستدعي الميثود فعندي استدعاء الميثود ما ننساش لازم يتم عملية إيجاد مكان جديد اللي هو في الستاك لأنه في عندي منطقة جديدة حتحجز أماكن للوكال فاريبلز وحتعمل كوبي لبعض القيم فهي طبعا بتاخد عادة وقت وبتاخد اللي هو خلينا نقول تايم أو بتاخد وقت وبتاخد مساحة زيادة في داخل الميموري لذلك زي ما نقول هنا this can consume considerable memory and requires extra time to manage the additional space. طيب الادفانتج في using recursion تعتبر good for solving the problems that are inherently recursive يعني بتكون طبعا هاي بتكون اسهل في حل المشاكل اللي هي طبيعتها بتكون هي عبارة عن recursive. في عنا اللي هو موضوع اللي هو التيل ريكيرجن. التيل ريكيرجن لما الشغلة بنعني فيها التيل ريكيرجن انه ما بكونش عندي بعد عملية اللي هو الاستدعاء
في عندي pending operation، في شيء عندي عمليات بتكون لسه بدها تنفيذ. فمثلا هنا لو كان في عندي recursive method A، زي ملاحظين انتو هنا أن نفذ كل جمل، وهنا عندي في invoke الميثود A recursively، فأنا هنا بيتم الاستدعاء. ما فيش بعديها أو بعد عملية الاستدعاء ما فيش عندي أي عملية ممكن أن أنا أعملها في الحالة دي، بسموها طبعا tail recursion. لكن لو كان في عندي أنا زي ربما زي ما توا شفنا في موضوع اللي هو الهانوي، كنا بعد الاستدعاء في ممكن إحنا ننفذ بعض العمليات، فهذه بسميها اللي هي non tail recursion. فطبعا الكويس في اللي هو tail recursion إنه بتسمح للكومبايلر انه يعمل حساباته بحيث انه اللي هو يصغر السايز تبع اللي هو الستاك بحيث احنا نستفيد من اللي هو الميموري. اذا لما اتكلم احنا عن تير ريكاجن معناته انا ما فيش عندي اي عمليات ثانية ممكن ان انفذها او بضلها متوقفة تحتاج لتنفيذ بعد العودة من الريكاجن، فهذا مسميه عادة تير ريكاجن. لكن اذا كان في عندي اللي هو عمليات بدها تتنفذ بعد العودة من الريكيرجن في داخل الميثود نفسه، فهذا بنسميها طبعا non-tail recursion. طبعا non-tail recursion يمكن كمثال وضع عليها اللي هي مشكلة اللي هي الهانوي بروبلم اللي توا شفناها. عادة اللي هو non-tail recursion ممكن اللي هو نحولها لtail recursion باستخدام اللي هو شغل بنسميه auxiliary parameters، يعني ممكن اعرف parameters، هذه parameters من خلالها ممكن بطريقة ما ان احنا يعني نستغني عن اللي هو موضوع اللي هي البيندينج اوبريشن. فالباراميترز عادة هذه بتستخدم على اساس انها تخزن الريزلتس. فاذا احنا ممكن نتضمن اللي هو موضوع اللي هي البيندينج اوبريشن من خلال الاكزولري باراميترز، بحيث انه الريكيرسيف فانكشن ما يستخدمش او ما يكونش في له لازمه استخدام اللي هو البيندينج اوبريشن. طبعا في الحاله هذه احنا ممكن نعرف اللي هو نيو اكزولري كيرسيف ميثود وذ ان اكزولري باراميتر. طبعا الميثود هذه ممكن ينكتب كاوفرلودد من اللي هي الاوريجينال بروبلم. خلينا نشوف كمثال على الموضوع هذا ممكن يوضح الفكره بشكل افضل. احنا لو حبينا نكتب طبعا الفاكتوريال، بدفعتي احنا كتبنا الفاكتوريال من البداية، ففي عندي انا هنا الفاكتوريال طبعا كريكيرسيف. البيس كيس انه نصل لعندي الزيرو بنعمل ريتين للوان، إلس ريتين ان ضرب الفاكتوريال. لاحظوا هنا هاي تعتبر طبعا الطريقة هذه في الكتابة تعتبر نون اللي هو تيل. ليش نون تيل؟ لانه في عندي انا عمليات بتضلها معلقة بعد عملية الاستدعاء. يعني مثلا انا هنا لو فرضنا انه عندي في الفاكتوريال للثلاثة، نفترض الان اكبر من صفر، لا فاحنا بنيجي بنطبق ثلاثة ضرب الفاكتوريال للان ناقص واحد هي للاثنين، والفاكتوريال للاثنين هتيجي هتعمل اللي هو هتضرب اثنين ضرب الفاكتوريال للواحد وهكذا. هنلاحظ احنا في كل عملية استدعاء او كل ميثود حيظل في عندي بعد ما تنتهي اللي هو تنفيذ الفاكتور في عندي عملية ضرب هنا بتضلها معلقة. فهي هيك تعليق العملية هذه هو اللي خلانا نسميها طبعا اللي هو non-tail recursion. فإحنا ممكن نتخلص من العملية هذه لو إحنا استطعنا إنه نخزن الناتج بطريقة ما، بحيث إنه ما يكونش في عندي أي عملية معلقة نهائيا. هذا الأمر ممكن لو احنا اعدنا كتابة الميثود بالطريقة هذه. هاي الميثود الاساسية عندي long factorial integer للان، حتى حتستخدم اللي هي الميثود هذه اللي هي حتكون auxiliary method في الحالة هذه اللي هو factorial n وواحد. طبعا هنا طريقة كتابتها بالشكل التالي، احنا معتمد انه صورة أو بأخرى الريزلت طبعا هنا يعتبر عندي اللي هو اللي هي الباراميتر الأكزولي باراميتر اللي حتساعدني أن أنا أخزن الناتج دائما. فحتلاحظوا هنا الآن إذا كانت equal 0 فإحنا بنعمل فقط return للريزلت، else return factorial طبعا الآن ناقص واحد مع اللي هو الآن ضرب الريزلت. طبعا إيش الفكرة هنا؟ الفكرة هنا أن أنا صرت دائما لما أنا بدي
نفترض انه نفترض من البداية انا استدعيت الفاكتوريال هنا مع ان ده تساوي 4، فهنستدعي مثلا الاربعة مع الواحد. الان قيمة الريزلت 1 اللي هي القيمة تعتبر عندي الموجودة عندي هنا. طيب الان انا بدي اقول له استدعي الان ناقص 1 هتكون 3، وهنا ان ضرب اللي هو اللي هي عبارة عن 4 ضرب 1 هتكون عبارة عن 4. هذه القيمة لما تكون حاصل الناتج 4 هيتخزن في الريزلت لما يكون في عندي استدعاء جديد، يعني في الاستدعاء الجديد هتكون 3 والريزلت قيمتها عندي 4. ما ننساش انه حيصير الريزلت هيكون عندي قيمتها 4، فما ننساش انه الريزلت هيكون عبارة عن لوكال بارامتر، اللوكال بارامتر هيكون بيحتوي هذه القيمة 4. في الخطوة اللي بعدها هتيجي هتستدعى الميثود مرة تانية، لكن القيمة هتكون عندي 3 ناقص 1 2 مع اللي هو اللي هو 3 اللي هي قيمة الآن ضرب اللي هي عبارة عن قيمة الأربعة اللي جتني في الاستدعاء. فهذه بصير برضو عندي في الحالة هذه عبارة عن اللي هو 3 في 4 في 12، فلما نستدعي مرة تانية فعندي حيكون في الاستدعاء هذا عبارة عن local variable حيتخزن في الريزلت قيمة 12. تلاحظوا النتيجة كل مرة احنا بتكون عندي مخزنة الى ان نصل لعند اللي هو الاستدعاء لما يكون عندي اللي هو الان ناقص 1 هيكون عبارة عن 1 ناقص 1 0. في الحالة هذه طبعا قيمة الريزلت هتكون هي عبارة عن الناتج اللي هي عبارة عن اللي هو 4 في 3 في 2 في 1، يعني 4 في 3 ب 12 في 2 24 في 1 ب 24، فهتكون النتيجة عندي طبعا هنا 24. فهتلاحظوا لما تكون عندي الاستدعاء الأخير اللي هو هيكون 0 و 24، فحيتستدعى الميثود هنا ان ده تساوي 0 صحيح. اذا الريتيرن لمين للريزلت قديش عندي انا 24. خلصنا الاستدعاء الاولاني، فحتيجي هنا على النتيجة على النتيجة هنا، فحتكون عندي عبارة عن فقط عملية اللي هو ريتيرن لقيمة اللي هو العشرين الموجودة عندنا، بعدين ريتيرن لقيمة العشرين وهكذا. فكل مرة طبعا احنا هنعمل ريتيرن فقط للي هو الفاليو اللي عندنا بدون ما ان نعمل اي عملية حسابية، على عكس اللي هو النون تيل ريكيرجن. اذا بهذه الطريقة باستخدام اللي هو الاكزيلوري باراميتر زي ما ذكرنا ممكن احنا اللي هو نحول اللي هو النون تيل ريكيرجن ل اللي هو تيل ريكيرجن. بهيك احنا بنكون انهينا الشابتر وانهينا درسنا وانهينا المنهج تبعنا للفصل هذا. فنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.